السلام عليكم. اتكلمنا المرة اللي فاتت على السايكلز وشفنا ازاي بتتعامل لو كانت السايكل فيري دايركت. النهارده هنتكلم على الاندايركت سايكلز. احنا في زمان اتكلمنا على الدبث تراك. الدبث تراك دي لو لقيتها لا يفرق معاك الدايركت ولا اندايركت، خلاص. الاندايركت سايكلز ده اصعب نوع فيهم. ليه؟ لان هو ليه طريق من اتنين، يا اما تهندله بطريقه فيري اد هوك ويفضل دايناميك بروجرامنج، يا اما تعمل حاجه تانية خالص غير الديناميك، يعني تكنيك مختلف، خلاص. فالطريق لما يبقى فيه اندايركت سايكلز بيبقى اد هوك، والاد هوك ما بيتدرسش. الاد هوك ده محتاج منك اناليسز وهكذا. يعني انا هدي اكتر من اكزامبل علشان يعني بس كتوعيه بالصوره يعني، وهما برضو فيهم شيء من الجنراليزيشن. لكن بصوره عامه اندايركت سايكلز اولا ما تاخدهاش كفاكت انه مش هينفع دي بي، لا ممكن يبقى دي بي بس بصوره ايه، فيري اد هوك. اول حاجه في النوع ده من الكاتيجوريز هو الريكارنس ريديفينيشن. يعني ايه؟ انا دلوقتي رحت اعمل الريكارنس بتاعتي، فالريكارنس دي طلعت سايكليك. ممكن تكون المشكله فيك انت عامل ريكارنس غلط. فالصح ايه؟ الصح انك ترجع تفكر في طريقه مختلفه تعمل بيها الريكارنس دي. ادي مثال مشهور، مثال بسيط. في تخيل ان احنا عايزين معانا جراف وعايزين نجيب الشورتست باث ما بين اتنين نودز، تمام كده؟ فانا لو بدات افكر في دايناميك بروجرامينج فانكشن بتاخد انتجر اي وجي، خلاص. الشورتست باث ممكن يكون عباره عن ايه؟ يا اما هو الدايركت باث اللي انا مسجله هنا في المينيمم، يا اما هيكون في نود في الباث، يعني حاجه باتنين، يا اما الطريق مباشر يا اما بنعدي على نودز. طيب لو بنعدي على نودز، تعال نجرب كل نود موجوده عندنا از انترميديت نود. يبقى انا ومينيمايز على الطريق من اي لكي والطريق من الكي لجي، خلاص. يعني كاني بقول له ايه، روح حط لي النود كي دي في الطريق من اي لجي، واي كي تروح تحط نود في الطريق، وهكذا. فين المشكله في الريكرنس دي؟ انا دلوقتي رحت نديت اي كي، اي كي دي نفسها ممكن تروح تجرب الجي از انترميديت، فتروح بتنادي على اي جي. طب ما اي جي ده اللي بدانا فيه، يبقى احنا كده دخلنا في ايه؟ دخلنا في انفينيت لوب. فين المشكله؟ المشكله في الريكرنس نفسها. المشكله في الريكرنس نفسها. طيب ازاي ممكن نعرف الريكرنس بطريقه مختلفه؟ زي ما في عالم معروف اسمه فلويد عمل. فلويد قال لك ايه؟ تخيل ان احنا معانا الشورت باسز ما بين اي اتنين نودز، بس يوزنج اونلي كي نودز معينين. افترض ان هم اول كي نود، كي ماينس 1 نودز، خلاص؟ يعني معانا الجراف فيه خمسه نودز. هحسب الشورت باس ما بين كل النودز لكن عن طريق اربعه نودز بس. سؤال، لو انت معاك الحسابات دي ومعاك نود خمسه زياده، تعرف تابديت حساباتك؟ الاجابه اه، بمنتهى البساطه. الطريق الجديد ما بين اي اتنين نودز، يا اما الشورت باث عن طريق الاربعه نودز الاولانيين، يا اما النود الخامسه بتاعتي هتتحط انترميديت ما بين الاتنين. فالريكرنس تقلب بالمنظر ده. بيقول له اول حاجه لو الكي بصفر، اي وجي دول الستارت والاند، الكي دي اللي هو عدد النودز اللي انت عايز تبني العلاقه ما بينك بناء عليه. فبيقول له لو مفيش حاجه الكي بصفر معناه ان مفيش اي نود انترميديت، خلاص رجع. غير كده بيقول له روح احسب لي اولا هو الاوبتيمال اي وجي عن طريق الكي ماينس 1 نودز اللي في الاول كان عامل ازاي، واحسب لي الطريق من اي لكي ومن كي لجي. خلي بالك الكي دي نفسها كنود مش مستخدمه لسه، فهو كان بيستخدم لحد الكي ماينس 1. يعني بيقول له روح احسب لي الطريق من اي لكي بس بالكي ماينس 1، ومن الكي لجي بس بكي ماينس 1. دلوقتي بقى هنبتدي نستخدم من نود كي، من اي لكي، ومن كي لاي، من كي لجي. طبعا الكلام ده عمره ما هيخش في سايكل. ليه؟ لان كده كل مره عمال يقل. خلي بالك الكي هنا عامل كما لو كان زي الدبس بارامتر، بس الدبس بارامتر ليه فاليو يعني، خلاص. فدي ده اول فكره، فكره الايه، السايكليك ريديفينيشن. هدي مثالين تانيين لكن مره تانيه الغرض منهم مجرد شوينج يعني ايه اد هوك ريكرنس. المساله دي كان بيقول لك ايه، دي مساله بدايناميك في توب كودر، بيقول لك هديك رينج من اي وبي، تمام. وبيقول لك السيرز بتاعتنا عباره عن ايه، لو انا اديتك رقم، الرقم دوت تمسكه تعمل فيه ايه. لو انا مثلا معايا 65 اس اوف 2، تمسك كل ديجيت تعمل له سكويرنج وتجمعه. اس مثلا اوف 3، تمسك كل ديجيت تعمل له كيوبنج وتجمعه. بعدين لما تعمل كده بقى معاك رقم جديد، تعمل نفس الحكايه دي في الرقم تاني، وهكذا. هو بيقول لك ان الهابينس بتاعت سيرز بتبدا عند ان بتساوي اصغر رقم فيه. المطلوب منك تجمع الهابينس بتاعت انترفال معين هيديهولك. على سبيل المثال في المساله دي بيقول لك الانترفال بتاعنا 1 و5، والاس 2، والاس دي كان اخرها 6، خلاص،
والاي والبي دول اخرهم مليون. خلاص. طيب الواحد الهابنس بتاعه عامل ازاي؟ طول الوقت واحد 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 واحد. الاثنين اتنين سكوير تبقى اربعة، اربعة سكوير تبقى 16، 16 هتبقى ستة سكوير زائد واحد سكوير 37، وهكذا. في حاجة هنا مهمة لازم تاخد بالك منها، ايه هي؟ مثلا تبص على السيكونس بتاعت 5، 5 25 29 85 عماله تزيد، 89 عماله تزيد، 145 بتزيد، 42 بتقل. استنى بقى، السيكونس دي انكريزنج ديكريزنج انكريزنج ديكريزنج لحد ما تسايكل، ما انت مش مهتم بالسيرز تاني. هو دلوقتي ايه؟ بدا مثلا باثنين اربعه مش عارف ايه لحد ما وصل باربعه، اربعه دي نفسها هتريبيت الرينج ده تاني وترجع تريبيت تاني، فانت عايز اقل حاجه في السيكونس دي كلها. فديفنتلي انت عايز تقف عند ايه؟ عند الرقم لما يسايكل تاني. يبقى اول حاجه بناخد بالها مننا ان السيكونس دي انكريزنج ديكريزنج، تاني حاجه ان السيكونس دي بتسايكل. فانا دلوقتي ما بقاش ينفع مثلا واحد ممكن يتخيل ان هو هنعمل ايه؟ فور لوب على الرينج بتاعه كل مره نجمع الهابينس اوف الكرنت فاليو دي. فين المشكله؟ المشكله ان البتاع دي بتريكرنت بتسايكل. طيب استنى بقى، السايكل هنا فيري اد هوك ليه؟ خلينا الاول نعرف ليه السايكل مشكله. دلوقتي تخيل ان الست ايه عباره عن بتروح لبي وسي ودي، وبي دي نفسها بتروح لاكس، واكس بترجع لايه؟ خلاص. لو الاكس دي بترجع لايه، يبقى معنى كده ان الاي بتعتمد في حساباتها على نفسها، صح؟ يعني الاي نفسها كقيمه بتعتمد على نفسها. قدامك هنا سيناريو من اتنين، يا اما ان يكون اي دي نفسها لو رجعت لنفسها مش فارقه معاها، مثلا زي شورت استباص عمال تتحرك من مكان لمكان، لو رجعت لنفسك مش فارق معاك رجوعك لنفسك، يا اما لا فارق معاك زي الحسابات اللي كنا بنعملها في الدايركت سايكلز. خلاص كده. يبقى انا كاستيت لما ارجع لنفسي ممكن يفرق معايا ما يفرقش معايا. طيب خلينا نبص على هنا، الخمسة راحت لل 25 مش عارف ايه، واحد لحد ال 89، ال 89 دي لما رجعت لنفسها فرقت معاها؟ الاجابه لا، الاجابه انت تقدر تقف وما تشغلش بالك خالص بالايه؟ بالانسر، صح؟ لان انا كده كده كنت عايز اقف عند نهايه السايكل، تمام؟ طيب المشكله الثانيه في السايكلك، احنا اتفقنا ان الروت نادى ايه، وبعدين الاي دي نادت بي، والبي دي رجعت نادت ايه، فالاي مش فارق معاها. المشكله الثانيه ايه؟ ان البي نفسها بتعتمد على الاي. البي نفسها بتعتمد على الايه؟ يعني مثلا ايه؟ تعال نبص على الاربعه اللي واقفه هنا دي. الاربعه دي بتعتمد على مين؟ بتعتمد على السيكونس دي كلها، شايفها؟ بينما الاربعه ديت لو هي جزء من السيكونس بتاعت الخمسه هتبص على مين؟ على ال 16 و 37 85 89 وتقف. مع ان الاربعه اللي فوق بصت على مين؟ على كل ده. ليه حصل هنا؟ ليه ده حصل؟ لان الاربعه كانترميديت ستيت اعتمدت على البيرنت اللي ناداه، بس البيرنت وقف البروسيسنج، وبالتالي الانسر بتاعت اربعه، يعني ما ينفعش ابدا تيجي في وسط السيكونس دي وتقول ان الاوبتيمال انسر ان احنا نقف من عند ال 145 نجيب المينيمم لحد ما حصل سايكل، لا مش هينفع. مش هينفع تماما، ليه؟ لان انا كان هيبقى ليا سايكل اطول هو اللي وقفني، وادي المثال بتاع الاربعه والخمسه. طيب مفاد التريك اللي احنا هنعملها كالاتي، انا كروت لما هرجع لنفسي هقف بحساباتي عند نفسي لحد كده، خلاص. بس اي حد في الانترميديت سايكل بتاعتي مش هسجل حساباته في الدايناميك بروجرامينج. ليه؟ لان هو كان من حقه ياخد سايكل اطول بس وقف بسبب السايكل بتاعتنا، خلاص. يبقى ماشي، يبقى احنا هنا بنعمل دي بي كده جديد علينا شويه، دي بي بيقرر هيسيف الريزلت بتاعتي ولا لا. لو انا بره سايكل هيسيبها، لو انا جوه سايكل مش هيسيبها. تعال نبص على كود مثلا سهله يعني مش صعب. الكود هنا بيحسب الباور ومش عارف ايه عشان يعرف يحسب النكست فانكشن، بيعدي على الرينج من اي لبي واقول له اجمع عليا الهابنس بتاعت اي. هابنس بقى بتاعت اي دي بتعمل ايه؟ هي بتميمورايز في ريت عادي خالص في ميموري اري، بس بترجع حاجتين، بير اوف انتجر وانتجر. الانتجر الاولاني هو المينيمم انسر، الانتجر الثاني هل احنا جوه سايكل ولا لا؟ لو جوه سايكل هترجع ايه السايكل دي؟ لو مش جوه سايكل هترجع نيجاتيف واحد، خلاص؟ طيب بص بقى، سيبوكم من السطرين دول، بص انا بعمل ايه هنا. السطر ده احنا دلوقتي دخلنا جوه فانكشن، بقول له خلي الريت اللي هو متاخد بالريفرنس ده بماينس 2. استنى بقى، زمان كان الريت ده لما بيبقى ماينس 1 معناه ان احنا ما اتحسبناش، ولو بقيمه معناه ان احنا اتحسب. انا بقول لك هنعمل تريك صغيره، هنحط الريت بنيجاتيف 2، فده معناه ان احنا الميديوم اوف بروسيسنج. الحركه دي هي اللي هتخليني اعرف اديتكت السايكل. شفت ازاي اديتكت السايكل؟ بعلم نفسي بالنيجاتيف 2، فلما حد يرجع تاني يناديني
هعرف ان انا جاي من سايكل، وبعدين هروح اقول له يا نيكست روح احسب لي الهابنس بتاعك. خلاص لما يرجع هو هيرجع لي في الفيرست بتاعه المينيمم اللي وصل له، همينيمايز المينيمم بتاعه مع المينيمم بتاعي. يعني انا ان اللي هو مثلا كان 4 مثلا، وهو راح جاب قال لي قال حاجه عندي طلعت هي مثلا ال 16 مثلا فرضا مثلا، يبقى همينيمايز ما بين ال 4 و 16 وهكذا. وبعدين انا بقى دلوقتي هبتدي ابص هقول له ايه، لو البي دوت سكند ده ما فيهوش سايكل يبقى حلو، يبقى انا اقدر اميمورايز نفسي. السيناريو التاني لو انا كنت السايكل دي نفسها، يعني ايه هنا ال 89 بدات السايكل فعلمت نفسها بنيجاتيف 2، راح لحد ال 85 نيجاتيف 89 لقت نفسها في مين؟ في نيجاتيف 2. يبقى 89 دي ترجع وتقول لكل الناس دي اللي في اللي انا معلومهم دول بس انتوا جوه سايكل، ولا واحد فيكم يعلم نفسه يسيف نفسه. فانا اقول له لو ده سايكل، لو احنا مفيش جوه سايكل او السايكل دي احنا اللي بدأناها هنعمل ايه؟ هحط هسيف نفسي في الميموري وهعلم ان مبقاش في سايكل تاني خلاص. غير كده هخلي الريت بماينس 1. معناها ايه ماينس 1؟ ده ما اتحسبش. ليه ما حسبناهوش؟ لان هو انترميديت في سايكل. خلاص كده فوق هنا بنقول له ايه، لو الريت بنيجاتيف 2 لو احنا وصلنا لسايكل اقف رجع لي نفسك، وبقول له لو انت مش بنيجاتيف 1 يبقى ده اكيد اتحسب قبل كده، رجع ايه؟ رجع الريت. خلاص اللي احنا عملناه دوت از برغم ان هو اد هوك الا ان هو ينفع يكون تكنيك عام. التكنيك ده مفاداه كالاتي، لو البيرنت بتاع السايكل، لو البيرنت بتاع السايكل وصلنا له كل الناس اللي في السايكل ما تتحسبش، والبيرنت يعني حاجتين اهو، احنا عارفين ان في كل الحالات سواء في الحاله العاديه او في الحاله دي طالما ان في حد في وسط سايكل اعتمد على بيرنت يبقى حساباته غلط، وبالتالي ما ينفعش يسيف نفسه. البروبلم دي بالذات البيرنت ما يفرقش معاه انه يوصل لسايكل، في مسائل تانية البيرنت يفرق معاه. يبقى لو البيرنت ما يفرقش معاه ان هو يوصل لسايكل يبقى احنا نقدر نكتب دايناميك بروجرامنج، بس بشرط ان الانترميديت ستيتس مالها، الانترميديت ستيتس ما تتسجلش. خلاص البروبلم التانية اسمها تيبل تنس. بيقول لك ايه؟ بيقول لك في اتنين لعيبه بيلعبوا تنس قصاد بعض، وفي سيرف، السيرف ده بيتغير كل 5 مرات. يعني السيرف الاولاني ده اول 5 مرات اللاعب الاولاني هو بيلعبه، هو اللي بيضرب الكوره، وبعدين في ال5 مرات التانيين اللاعب التاني بيضرب، خمس مرات التالتين اللاعب الاولاني بيلعب، وهكذا. خلاص وكل سيرف يا انا بكسب يا هو بيكسب، مفيش تعادل، يا انا يا هو، يا انا يا هو. خلاص كده وهيديك 2 probability، احتمال ان اللعبه بتاعتك تكسبك في الدور بتاعك، واحتمال ان اللعبه بتاعته تكسبك في الدور بتاعه. خلاص 2 probability. وهيديك انيشال سترنج كده في وين ولوز، بيقول لك احنا كسبنا خسرنا ايه لحد دلوقتي. خلاص المطلوب، تقول لي احتمال ان انا اكسب. طب المكسب بيحصل امتى؟ اول ما واحد فيهم بيجيب 21 بيكسب. خلاص كده يعني اللاعب اللي بيحقق سكور 21 في الاول بيكسب. تمام طيب لو احنا نفكر في ديبيل حاجه زي كده، المفروض ان انا يكون عندي 3 بارامترز، الترن اللي انا فيه وده هيبقى من 0 ل 9 عشان اعرف انا في السيرف الاولاني ولا في الثاني، والسكور بتاع اللاعب الاولاني والسكور بتاع اللاعب الثاني، وكل مره يا اما الدور بتاعي ان انا العب فشوت واكسب او اشوت واخسر، يا اما الدور بتاعك انك تلعب وتشوت وتكسب وتشوت واكسب او تشوت واخسر. تمام كده لحد دلوقتي الدنيا كويسه. فين المشكله؟ المشكله ان هو قال لك ايه، لو السكور بتاع الاثنين دول، حاجه اسمها ديديوس في التنس، لو السكور بتاع الاثنين دول وصل ل 20 20 هنريست السكورز ال 15 15. استنى بقى، احنا هنا قصاد سايكل. اول انت دلوقتي افتخيل انك كنت في ست 15 15 وقعدت تلعب 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 ووصلت للست 20 20، يروح هو مرجعك للست 15 15 تاني. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الريكيرجن ده انفينيت سايكليك. الحاجه الثانيه، هل ده دايركت ريكيرجن؟ لا، ده اندايركت سايكل. طيب يا اما هنعمله بدي بي يا اما مش هنعمله بدي بي. لو هنعمله بدي بي لازم نحاول نفكر في صوره اد هوك تنفع مع المساله دي. تمام، في حاجه مميزه في المساله دي، ايه هي؟ اولا تخيل ان انا اولا في سايكل واحده بس في الجيم ده كله، سايكل راسها 15 15 ونهايتها 20 20. خلاص كده يعني بغض النظر عن الطرق اللي بناخدها من 15 15 هي سايكل واحده، فاول حاجه السايكل اللي بنتعامل معاها از فيري اد هوك. خلاص وانت يا اما توصل من اي مكان
للسايكل يا اما ما توصلش. الطريقه اللي هنهندل بيها المساله دي شبه قوي الطريقه اللي بنهندل بيها الدايركت سايكلز، بس بتركه شويه. فاكرين احنا كنا بنعمل ايه في الدايركت سايكل؟ كنا بنقول قسم الكولز بتاعتك لحاجتين، كولز بتسايكل وكولز مش بتسايكل. الكولز اللي مش بتسايكل احسبها على الجنب خلاص. الكولز اللي بتسايكل كنا بنعمل فيها ايه؟ كنا بن ري ارينج. هنا مش هنفع ان ري ارينج، لا هنعمل ري ارينجمنت. هنعمل ري ارينجمنت للسايكل نفسها ونشوف احتمالات الوصول اليها. خلاص ازاي؟ تعال نعرف الفانكشن بتاعتنا بي اوف اكس وواي، وير اكس ده هو السكور بتاع اللاعب الاولاني والواي السكور بتاع اللاعب الثاني. تعال نقول ده الويننج بروبابيلتي اللي هو عايزه. خلاص الويننج ده هنقسمه لحاجتين، يا اما احتمال انك توصل تكسب بس من غير ما تخش في الريسيت، يعني من غير ما نسايكل، يا اما احتمال انك انت، يا اما احتمال ان الجيم يخش في سايكل. طب لو الجيم دخل في سايكل ايه المكسب بتاعي؟ المكسب بتاعي هو ان انا اكسب من عند 15 ل 15 تاني، صح؟ يبقى احنا دلوقتي بنحاول نفكر زي زمان، يا اما هنسايكل يا اما مش هنسايكل. برضو الفكره اللي انا بقولها دي على قد ما انها اد هوك هنا، الا انها تعتبر جنرال ثينكينج واي. انا بفكر في مسارات بتسايكل ومسارات مش بتسايكل. طيب المسار اللي مش بيسايكل ده سهل، ده نفس الكلام اللي كنا بنقوله فوق بالظبط، بس هو لما يجي عن سايكل هيفنشها هيصفرها. المسار الثاني هيحسب احنا هنسايكل، طيب لما هنسايكل لازم نروح ل 15 في 15. يبقى البي اوف اكس واي بتاعتنا عباره عن مين؟ يا اما ان احنا نوين من الستيت دي من غير ما نسايكل، يا اما ان احنا نروح لسايكل في البي اوف 15 و15. تمام؟ المشكله ان ايه 15 و15 دي سايكل. تعالى بقى نريسولف السايكل بتاعت 15 و15 نفسها. 15 و15 نفسها دي عباره عن مين؟ يا اما 15 و15 توين من غير ما تسايكل، يا اما 15 و15 تسايكل. لو سايكلت يبقى في بي 15 و15. استنى بقى، السطر ده دايركت سايكل. ري ارينج السايكل تبقى عامله ازاي؟ يبقى بي 15 و15 بتساوي بي 15 و15 على 1 ناقص وهكذا. الخلاصه السايكل اللي كانت هنا ترمينيتد، الكول ده بينادي حاجه مش ترمينيتد، بيكون حاجه ترمينيتد. خلاص خلصت المسئله على كده. احنا بالمنظر ده محتاجين 3 فانكشن هيبقوا بالمنظر الظريف دوت. الفانكشن الاولى اسمها وين بروبابيلتي ترمينيت سايكل، ايه احتمال انك انت توصل بس لو في سايكل بالترمينيت عندها، يعني ما بتسايكلش يعني، وبعت له الترن وده بي 1 وده بي 2. بقول له ايه؟ لو انت واصل للمكان بتاع السايكل رجع صفر، لان احنا قلنا ان احنا احتمال نكسب من غير ما نوصل سايكل، فنسافر الطريق ده. لو احنا وصلنا ل 21 يبقى احنا كسبنا، لو هو وصل ل 21 يبقى خسرنا. وبعدين يا اما الدور ده السيرف بتاعي من صفر لاربعه يبقى انا اللي هلعب، يبقى بي واحد في ايه؟ في ان انا العب، لو انا لعبت وهكسب زائد واحد وزائد اثنين، يا اما هخسر وهو اللي يزيد واحد، يا اما الدور عليه هو، نفس الكلام. ادي اول فانكشن، كده احنا عملنا مين؟ عملنا الفانكشن اللي اسمها بي سمول اكس واي. الفانكشن الثانيه احتمال ان احنا نسايكل، مديله ستيت وقوله احتمال ان احنا نسايكل، السايكل ما بتحصلش غير عند 20 و20، فعند 20 و20 هرجع واحد. غير كده هصفر، ونكتب نفس الكام سطر اللي احنا كتبناه فوق بالظبط. خلاص كده؟ الفانكشن بقى الاساسيه اللي المساله دي اساسا طالباها، اللي هي احتمال ان احنا هنكسب. احتمال ان احنا نكسب، اولا ده الهاندلنج، انا بقول له هل احنا في سايكل هيد ولا مش في سايكل هيد؟ لو احنا في سايكل هيد يبقى احنا عباره عن الحسبه اللي هو حسبها فوق، اللي هو البي سمول اوف اكس وواي على واحد ناقص احتمال ان احنا نريتش سايكل. طب لو احنا مش في، لو احنا مش في هيد سايكل، الريت هنا انيشاليز ده احتمال ان احنا نكسب من غير ما نسايكل، زائد احتمال ان احنا نسايكل في السولوشن بتاع بي 515. بس خلاص المساله خلصت. اسوأ ما في المساله دي هي ان فيها كميه سبيشال كيس هاندلنج غير طبيعي، يعني انت محتاج انك انت، هو مديك ممكن يديك انبوت انفاليد، فانت لازم تتاكد ان السطر بتاع الدبليوز ده صح، لازم تتاكد ان اللاين دوت، افرض مثلا في مكان هو بيقول لك انا 100% هكسب، البروبيلتي بتاع ان انا اكسب 100%، يبقى لازم تيجي عند تلاقي وين، ما ينفعش يكون في لوز. خلاص برضو لازم تهندل سبيشال كيس بتاعت ان انا دايما بكسب وهو دايما، يعني يا اما بكسب في الحالتين يا اما بخسر في الحالتين. اسف، لو انا بكسب في، لو هو، لو انا، لو احنا الاثنين بنكسب دايما، يعني جه الترن بتاعي كسبت 5، جه الترن بتاعه كسب 5، يبقى دايما هيبقى بني بنصفر. غير كده عندنا 3 دايناميك بروجرامنجز اللي كنا ايه بنتكلم عنهم. تمام كده؟ انا كده اديت مثالين على الاد هوك. في طبعا امثله ثانيه كتير، احيانا الناس في الجرافس مثلا بتبقى بتحاول تميرج السايكلز، يعني ايه؟ هو مثلا في ميز بيتحرك ما بين الستيتس،
فالستيتس كلها ايكوال، فبيسايكلوا يحاول يشوف ازاي يقدر يمرج الستيتس دي كلها مع بعض او يديها كلها نفس الرقم وهكذا، بحيث انه يحاول يتحرك مع افويدنج الايه السايكلز. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني كنا عايزين نتكلم عنه، طيب لو احنا مش هنحل المساله دي بديناميك بروجرامينج، مش عايزين، مش نافع، بتتحل بطريقتين. الطريقه الاولانيه انك تحلها ببي اف اس او دايكسترا، لو احنا بنتكلم على شورت استباس بروبلم، انت عارف الجراف انت ممكن تروح من نود واحد لنود اثنين ومن اثنين لثلاثه وثلاثه ترجع لواحد، ففي سايكل، السايكلز اللي بتحصل في دومين في شورت استباس بتتهندل على طول ببي اف اس او بدايكسترا او باي شورت استباس الجوريزم. خلاص، لا افرض بقى هي مش كده، حسابات وجمع وطرح ومش عارف ايه، هقول لك هنعملها ازاي. خلينا اديك مثال. بيقول لك ان احنا معانا تري، التري دي جواها 1600 نود، كل نود عندها ماكسيمم 4 تشيلدرن. خلاص، وانا بديك ستارت نود معينه، بيقول لك كل مره بختار 1 راندوم نود واروح لها، وهديك ستارت نود وهديك تارجت، ايه الاكسبكتد نمبر اوف ستيبس عشان توصل للتارجت نود دي؟ لو انا هكتب دايناميك بروجرامنج للمساله دي هعمل ايه؟ هقول ايه الاكسبكتد بتاع بوزيشن معين. لو انا وصلت للتارجت صفر خلاص، غير كده فور اتش تشايلد عندي احتمال واحد على تشايلد ان انا اروح له في الاكسبكتد بتاع مين؟ بتاع النكست تشايلد ده. وفي الاخر في وان ستيب لكل الناس دي زائد الريت. تمام، طبعا الكلام ده بيسايكل، ممكن نود اروح من نود واحد لاثنين ومن اثنين لثلاثه وارجع من ثلاثه لواحد، سايكل عادي خالص. الحل بقى فين؟ الحل ان احنا هنفورميليت المساله دي ماثيماتيكال. ايه رايك نسمي كل ستيت عندنا، يعني ادي اكسبكتد اوف كارنت، تخيل ان الكارنت ده من 0 ل 49، يبقى انا عندي 50 فاريبل. خلاص، احنا هنفورميليت سيستم اوف لينير ايكويشن دلوقتي، ركز معايا. فانا دلوقتي عندي ايه؟ هسمي كل هنا بفاريبل، مثلا ده لو الكارنت ب 0 يبقى ايه في 0، لو الكارنت ب 1 يبقى ايه 1، وهكذا. تمام؟ وبعدين دلوقتي الاكسبكتد دوت بيعمل ايه؟ هو عباره عن واحد زائد probability مضروبه في اكسبوننشال اكسبكتد، فده هو كمان فاريبل. تعال نفترض مثلا ان اكسبكتد اوف كارنت كانت الكارنت ب 3، وال3 ده لقيناه بيروح ل 3 نودز 4 و5 و8، يبقى probability ان احنا نروح هنا بكام؟ ب 1 على 3. لو انا عايز امثل اللي فوق ده هيبقى عباره عن ازاي ماثيماتيكالي؟ يبقى ايه اوف 3 بتساوي 1 زائد البي اوف ايه اوف 4 زائد البي اوف ايه اوف 5 زائد البي اوف ايه اوف 8. تمام؟ ريفورميليت الكلام ده كده كاز ايكويشن، يبقى عباره عن ايه 3 ناقص بي ايه 4 مش عارف ايه لحد بيساوي 1. تخيل ان احنا عملنا الكلام ده فور ايتش ستيت، كده بقى معاك كام ايكويشن؟ معاك ان فاريبل في ان ايكويشن بس. خلاص، رن جاوسن اليمينيشن على الكلام دوت. لما ترن جاوسن اليمينيشن هيبقى معاك ايه؟ هيبقى معاك الانسر بتاعت اي ستيت، شوف الستيت بتاعتك وتكسيسها في الماتريكس عادي خالص. خلي بالك السبارس ماتريكس الجاوسن عليه مش ان كيوب، جاوسن عليه ان سكوير. خلاص، بس انت بس محتاج تظبط كده في حته في الجاوسن، الجاوسن بالرو اوبريشنز، انت في حته كده بتشيكها، لو 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 هنعمل اوبريشن برقم زيرو، زيرو ده كان بيتدرب في الارقام وكده، بتصفر المكان ده ما بتعملش حاجه، بتريترن على طول. فالحركه دي يعني بتقلب لايه؟ لان سكوير على طول. خلاص، برضو اذا يعني تريك ثانيه، لما بتكون الايكويشن ما فيهاش غير من 2 ل 3 فاريبلز بالكتير، عاده ما بنعرف نفورميليت لينير سولوشن للمساله دي لنفسنا، مش محتاجين جاوسيان ولا حاجه. ازاي؟ سبستيتيوشن، بتشوف البيست كيس كونديشنز اللي هو مثلا في حالتنا المكان ده، وتبتدي تريبليسه في حاجه وبعدين تريبليسه في حاجه، هنا مش هينفع. خلاص؟ لكن بسرعه. واحيانا الماتريكس ده بيعمل حاجه اسمها تراي دايجونال ماتريكس، لو هو من النوع دوت اللي هو برده ينفع يتحل لينير بايدك، ليه ستاندرد الجوريزم موجود ممكن تبص عليه. بس خلاص، احنا كده خلصنا الايه؟ السايكليك ريكارنسز النهارده. سلام عليكم.